من موقعنا موقع صدى البلد نقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، والذي جاء تحت عنوان انزل شارك انتخب. وقالت: بدأ الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ أمس، والتي ستنطلق اليوم وغدا لانتخابات المصريين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 من أغسطس الحالي. وفي مثل هذا اليوم الأسبوع القادم بإذن الله نكون في انتظار النتائج الأولية. والحقيقة أنني أشعر بخطورة انتخابات هذا المجلس، ليس فقط للدور التشريعي الحيوي الذي يقوم به الشيوخ في دراسة واقتراح كل ما يتعلق بتوطيد دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع، وفي اقتراح كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات. ولو لم يتم الأخذ برأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل أي مواد الدستور، يعتبر الأمر الصادر غير دستوري. ولكن سر إحساسي بخطورته نابع أيضا من أن انتخاباته ستجمع بين حسنات النظام الفردي ونظام القوائم معا، حيث سينتخب ثلث عدد أعضائه من الناجحين بالقوائم الحزبية، والثلث الآخر من الناجحين بالانتخاب الفردي، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية. كما أن خطورته وأهميته من كون مصر ستدخل العقد الثالث من القرن 21 وقد اكتملت سلطتها التشريعية بغرفتيها النواب والشيوخ، ونحتاج أن يرانا العالم واحة مستقرة وسط عالم وإقليم يموج بأسباب القلق وعدم الاستقرار. وهذا النضج والاكتمال التشريعي رسالة وضمانة في دائرتين: الأولى يعطي للمصريين الثقة في دولتهم بأن خطواتها الثابتة وأنهم يمارسون حياتهم الديمقراطية برضا ووعي في دولة يقودها ربان ماهر بهدوء وثقة. والدائرة الثانية هي الخارج الذي يجب أن يشعر بأن القوانين والتشريعات في مصر مدروسة بما يكفي للشعور بالثقة في عدالتها واتزانها، ورسوخ المؤسسات واستقرارها هو الضمان الأكيد للحقوق والمصالح. وتابعت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح قائلة: هذه الصورة التي أتمناها ويتمناها كل مصري لبلاده لن تكتمل إلا بشروط. أولا المشاركة، وما أعنيه من المشاركة للمرأة والرجل على حد سواء. فدور المرأة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشيوخ أو غيرها من المشاركات الوطنية لا يقل عن دور الرجل، بل كان لها الريادة في مناسبات مختلفة. ولولا مشاركة المرأة بالصورة البديعة التي حدثت في 30 من يونيو، ربما ما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن من عزة وكرامة. ثانيا الشعور بالأمان، فكما دعت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين للترشيح مع توفير الضمانات والاشتراطات الصحية اللازمة في ظل أجواء العدوى من مرض كورونا المنتشر والذي عاد أكثر شراسة في بعض أنحاء العالم، فنحن في مرحلة الانتخابات لسنا استثناء من أهمية اتباع تعليمات الهيئة الوطنية أثناء عملية التصويت وتوفير الضمانات الكاملة لصحة الناخبين والمرشحين للانتخابات واللجان الانتخابية في كل أنحاء الجمهورية. والشعور بالأمان لا يقتصر على توفير واتباع الاشتراطات الصحية لحماية الناخبين من العدوى، ولكن أيضا من اليقظة الكاملة لعدم الانجرار وراء أي عمل إرهابي تقوم به أي جماعة أو عصابة من ميليشيات التطرف والعنف، وتشويه الصورة التي يستفزها ممارسة المصريين بحياتهم بأمان وبهجة على أي صعيد للعمل الوطني في ظل رئيس قوي ووطني مخلص عاشق لتراب بلده، الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خاض حروبا شرسة في الداخل والخارج وما زال
لحماية مصر ولكي نعيش في أمن وأمان. ثالثا، قيام وسائل الإعلام بدورها في التوعية والحث على المشاركة والتصويت باعتبار هذا حق وواجب لكل من تتوافر فيه شروط التصويت والتي صارت تتم ببطاقة الرقم القومي، بحيث يكون لدى المواطن الوعي العام بأهمية صوته وأهمية المشاركة الفاعلة للتصويت للأقدر بمهمة التشريع، كما يجب أن يكون لديه معرفة كاملة بمهام واختصاصات هذا المجلس وتأثيره المحتمل على أوجه الحياة المختلفة في مصر. رابعاً، التفاعل مع الجماهير الذي يشمل الاتصال المباشر بالناس من خلال مراكز الشباب وقصور الثقافة والجامعات، وما تعقده من ندوات وما تقوم به من أبحاث وما تصدره من دراسات ونشرات لتوعية المواطنين بألا يكون الحكم للأعلى صوتا والأكثر ضجيجا، بل يكون للأكثر حكمة وقدرة على صيانة الوطن وحرصا على سلامة أراضيه وصيانة حقوقها الطبيعية التي تستحقها بين الأمم المتحضرة. وأخيرا، فإن ما يحدث حولنا في لبنان والمنطقة كلها من انكسار بسبب انعدام الأمن واستشراء الفساد يجعلنا نقول رغم قلوبنا الحزينة على أحوال أشقائنا، انزل وشارك وانتخب لتبقى بلدك في أمان.